السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لا فورماسيون ديال سوليد وركس. دونك في هذا الاكسيرسيس هذا غنحاولوا نخدموا بلي زاكس. دونك لوريجين غنحاول ناخذوا هنايا في هذه البلاصه هذه، غندير لاكس الاول في 40، لاكس الثاني في 110، لاكس الثالث في 116، ولاكس الرابع في 31. بغينا نحطوا لي سيركل ديالنا، غندير واحد الدائره هنا الريون ديال 10، هنا واحد الدائره غنصيبوا البيريمتر الاكسيريور هو اللي تنصيبوا، واحد الدائره هنا الريون ديال 40، وهنا الدائره الريون ديال 10. هنا يكون عندي طونجونس، يعني طونجونس هاد الدائره مع هاد الدائره، هنا طونجونس هاد الدائره مع هاد البوان اللي هنايا، وهنا هذا راكور، هذا راكور راكور في 180. دونك نزيد واحد القطيه صغيره هنايا ونديروا الراكور. دونك هادشي غيبان لكم في ليكزيكيسيون ديالو في سير سوليد وركس، ومن بعد ديروا ليكسليزيون ب 10. دونك نمشيو للسوليد وركس، نحاولوا ندخلوا الفيشي نوفو. دونك ناخذوا لي زاكس، ناخذوا بلون فاس، لاكس الاول هو هذا، ندير فيه 40، كاينه في 40. لاكس الثاني يكون هنايا، انا نقول له هنايا فيه 110، وهذا فيه 116، وهذا فيه 31. 30 نبدا ناخذ لي سيركل هنا، عندي واحد الدائره لي الديامتر ديالها 20، يعني الريون ديال 10، وهنا عندي واحد السيركل لي الريون ديال 40 لي الديامتر ديالها غيكون 80، وهنا عندي واحد الدائره لي الريون ديالها 20 الريون الديامتر ديالها يكون 80 40 الريون الديامتر ديالها يكون 40. اوكي، من بعد هنا ناخذ نورمال ا، ناخذ واحد لين، هاد الخط هذا يكون طونجونس مع الدائره. ناخذ اجستي، هنا غتكون عندي 25، خط فيه 25، غنديرو لا سيميتري هاد الخط هذا مع هاد الخط، يعني سيميتري بارابور لاكس. اوكي، هنا ناخدو اجيستي من هنا، ناخدو واحد الخط ندوزو هكذا، ناخدو هاد الخط كونترول مع الدائرة طونجونس، وناخدو تاني هاد الخط مع الدائرة ناخدو طونجونس بحال هكا، ناخدو اجيستي مع هاد البلاصة هادي. من بعد غادي ناخذ واحد الخط، يعني ميبي البوان، انا نقول لي هذا مع هذا، نقول لي طونجونس اون سيبريم. ناخذ واحد الخط هنايا، خط صغير باش نديرو به طونجونس، ناخذ دائره نقول لي طونجونس هاد الدائره مع هاد الدائره هنا، كونترول حتى ندير كونترول بالكلافي. من بعد ناخذ هاد الدائره مع الخط نقول لي طونجونس بحال هكا، نعطيوها الديامتر ديالها تكون 360، علاش؟ لان لوريون ديالها 180. من بعد ناخذ اجيستي من هنا هكذا، اوكي. دونك هنا شبقى لي، بقى لي الكونتور الخير، يعني البريميتر اللي كسير هو اللي تنقلبوا عليه. دونك من بعد نقول لي اكستريزيون نيكستريدي ب 10، عاش من ابري تنجي ندير يعني هذاك اونليف مود ماتير نورمال ا. ناخذ دابا السيركل هنايا والسيركل هنايا، نقول لي هاد الدائره كونترول مع هاد الدائره هنايا مع البريمتر اكستيريور، نقول لي كونسونتريك، يعني تكون عندهم ميم سونتر بلا ما نعاود ندير لي زاكس. الديامتر ديالها يكون هو 40، وعندك هنا نقول لي ثاني هاد الدائره مع هادينا تكون كونسونتريك. هادو دي زوبسيون تيتزادو تنستغلوهم تنخدمو بهم. نقول لي الديامتر 20، انت لوريون 10. من بعد ابري نقول لي اول اوف ماتير، ودوك ها هي البيسي ديالنا، هي وجدات او اللوفي ديالنا وجد. دونك هذا هو الهدف من هذا الاكزارسيس هذا. دونك نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فورماسيون هادي، موعد ان شاء الله في الاكزارسيس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.